حد جامد. انا سالت حضرتك هذا السؤال لان انا يعني غيرتي وحبي اولا للمبنى ولكل العاملين فيه سواء زملائي دلوقتي او من سبقوني، لان انا مؤمن ومتابعتي مش هقول معظم كل الفضائيات العربيه صنعها مصريون. بالظبط. كل الفضائيات التي تالقت سواء مذيعين او محررين او مخرجين او مهندسين او فنيين او معدين، كل الكوادر المصريه هي التي اقامت على اكتافها وسواعدها الفضائيات العربيه اللي بتناطح دلوقتي وبتقول احنا واحنا اساس. يعني لو شفطنا منهم المصريين هيسقفوا. انا يعني عشان اعدد على كلامك ده، كانوا هما شبكتين في كندا، شبكه خاصه وشبكه الحكومه السي بي سي والسي تي في. طلعت شبكه جديده اسمها جلوبال تلفزيون، فاول ما طلعت خطفوني من السي تي في ودوني ضعف مرتبي. اوكي. وفعلا يعني عملنا فيها برامج جديده جدا وهايله جدا، ومنهم برنامج اسمه اس سي تي في تلفزيون، برنامج من الكوميديا الارتجاليه اسمها امبروفايزيشنال كوميدي. فعملت اول حلقه اول سنتين من البرنامج ده، فالابطال الحلقات دي وكانوا شباب صغير جدا ومحدش يعرفهم، بعد السنتين دول بقوا اكبر نجوم كوميدي في امريكا. يا سلام. منهم جون كاندي وغيره وغيره وغيره. لا هو الحقيقه ليك اعمال رائعه ولسه، بس هي دي حقيقه من خطاياك يا استاذ ميلاد. عماد الغول، ايه عماد الغول مخرجنا دلوقتي بيقول لي انا انت لمست، فدي حقيقه من خطاياك مش من مش من احرجيه. عماد طبعا مخرجنا الجميل اللي هو اللي معانا بيت بيتك ست سنين ثم مصر النهارده طبعا. وهو بيقول ان انا يعني لا بس فعلا يعني الاي ار تي لما ابتدت هم صحيح جابوني انا من كندا، انما كان كلها قايمة على مصريين، كلنا كنا مصريين. صحيح. اللي ابتدينا الاي ار تي، والاي ار تي عملت طفرة في الاعلام العربي من ناحية البرامج، من ناحية اسلوب العمل، مش عارف ايه. وبعدين مجموعة من الشباب كلهم من الشباب هم دلوقتي اللي ماشيين الفضائيات كلها. انا عايز اقول لك، عارف يا تامر، انا مره كنت بستقبل جاسم العلي، كان وقتها رئيس او مدير قناه الجزيره، وكانت السلوجن بتاعها رائع، يعني الايمج اللي طالعه على الشاشه تحفه. فانا قلت له بص يا جاسم بقى، انت ايه يعني كده يعني بالصداقه كده تقول لي مين اللي عمل لك ده علشان اخليه يعمل لي حاجه في الفضائيه المصريه. بص لي كده قال لي مين؟ من مصر، من عندك. ده انا جايبه من مصر. صحيح. ففعلا الايمج الاولانيه خالص اللي كان فيها ازرق وبحر كانت جميله، كانت فعلا شاب مصري وقعد معاهم لما خلص ده ورجع على مصر. مزبوط. واستعنت بيه مره ثانيه. وعايز اضيف لحضرتك ان لوقت قريب جدا، بس هو ترك رئيس تحرير الديسك المركزي لقناة الجزيرة في يعني أوهج أوقاتها مصري، كان مصري أيضا. فيعني هذا التوهم كله صنعه مصريون. طب احنا في احتفالية؟ طب بلاش السؤال بقى لها دلوقتي. أسأل؟ أسألك يا باشا. يعني عايز أقول، هل ده ما زال هو الوضع القائم لحد النهاردة؟ دلوقتي لا، بالحق يقال باعتبار يعني من المعايشين للتلفزيون دلوقتي والإعلام، الحقيقة لا ما بيحصلش. بل بالعكس، انا من اسعد الناس ان معظم الطيور المهاجره دلوقتي بتعود الى مصر. عندنا مجموعه سواء من المخرجين او من المصورين او من المذيعين اللي سواء رجعوا او بيرجعوا بيتعاقدوا دلوقتي عشان يرجعوا، لان هي في النهايه حسوا ان المكان اصبح او المناخ اصبح لائق بهم. هو يعني وحضراتكم طبعا ادرى مني